حيادا صغيرة مفتوحا وينتظم الدوام المدرسي. ميلها أيضا من بعده في مسيرة العودة على الرغم من القوة المميتة التي تستخدمها أنة البطش الإسرائيلية ليخنق أهلها ويستولي على يقول دائما من أراضي لن نستسلم قرية جلوب وسنبقى نقاتل من أجل الحرية حتى ليل. مساء الخير، بنرحب فيكم مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج مراسلو النجاح، وبهاليوم بالتحديد نتمنى الحب والسلام يعم على كل أنحاء العالم وتزول الحروب والطائفية والقتل والتشريد، وتضل كل الملامح الحلوة حاضرة فينا وبتفاصيل حياتنا. يمكن هاليوم اللي فيه خلاف مستمر على تسميته وعلى قبوله لربما بين الناس، لكن الإشي الوحيد اللي رح نتفق عليه إنه أمانينا وأحلامنا الوحيدة رح تبقى هي السلام والحب والحرية بغض النظر عن أي معتقدات أخرى. من هالحب رح نبلش حلقتنا من برنامج مراسلو النجاح ونحكي عن هاليوم، يوم الحب أو عيد الحب، لكن هالمرة رح نحكي من منظور مختلف. فبالنسبة للتجار يعتبر هذا اليوم وسيلة لإنعاش سوقهم، وكمان هي وسيلة للإنعاش الاقتصادي وفرصة لربما تعتبر فقط ليوم واحد كون الظروف المحيطة خلقت واقع اقتصادي صعب. زميلتنا لميس أبو صالح أعدت لنا هذا التقرير اللي بيتعلق بالحركة التجارية لهذا اليوم، خلينا نتابع. أحمر قان طغى على العديد من المحال التجارية في مدن الضفة الغربية بمناسبة عيد العشاق أو ما يعرف بالفالنتاين الذي يحل في 14 من فبراير من كل عام، وهو مناسبة يتبادل فيها الأصدقاء والأحباء باقة الورد والهدايا للتعبير عن حبهم وارتباطاتهم بالأشخاص المقربين إليهم. بالنسبة لهذا اليوم طبعاً بدل مميز بالنسبة كبائعين أزهار، إحنا بشكل عام هذا اليوم بنلاحظ فيه إقبال أكثر لأنه بدل مميز، وحتى اللون بيفرق عنا، يعني بنلاحظه إن كلهم بركزوا على هذا اليوم فبكون إقبال أكثر. وكمان بدي أحكي لك يا بصراحة، يعني في بخلي مناسبات، وإذا عنده مناسبات بآخر هذا اليوم بيستغله كيوم يعتبر حاله معتبر عيد بالنسبة له. وفي هذا اليوم يزداد إقبال المواطنين على شراء الحلويات والورود وغيرها من الهدايا، في حين تعرض المحال الصناديق الممتلئة بالهدايا المتنوعة لجذب الشباب لشرائها. قبل بيومين بلش إنتاج قوالب على شكل قلب، وفي كمان طواسي، كمان في كمية البيتي فور بنجهز كمية مرتبة، وكمان عندنا يعني في مجال العمل هون مش بس شرط الحبيب اللي يجي ياخذوا القوالب، في كمان متزوجين، في طلاب جامعه، في حتى بنات باخذوا لصديقاتهم، يعني مش شرط عيد الحب يعني بنت وشاب، في ناس بتوصي على اشكال ثانيه مش شرط يكون قلب، في مرات يعني بيعملوا هدايا، يعني بنحط في قلب الكيكه جوال، خاتم ذهب، اسويره. بينما يرى الكثيرون ان عيد العشاق أضحى مصدر رزق مجد ليوم واحد فقط، فحاجة الناس الملحة للفرح والابتعاد عن الوضع الراهن حتى ولو كان وهميا يدفعهم للبحث عن المناسبات والأعياد والاحتفالات واستغلالها. نشكر زميلتنا لميس أبو صالح على هذا التقرير، وبنجدد دعوة لكل الناس بأنه يبقى الحب هو الرابط الأقوى أمام أي شيء. ومن هالتقرير رح ننتقل لمدينة بيت لحم لنحكي عن تربية الخيل، وعالم الخيل بالتأكيد هو عالم شغف لكثير أشخاص، وهالأمر ممكن يتطور ليشمل من تربيته لعلاجه. رح نحكي عن قصة للمواطن زيد أبو غربية، واللي يعتبر الشخص الوحيد في فلسطين اللي مارس هذا الاختصاص بمعالجة الخيل، وبيستقبل ناس من كل فلسطين اللي بالطبع اعتبر وجوده النادر فرصة جميلة جدا. خلونا نتعرف على قصته مع زميلنا عبد الرحمن حسان من مدينة بيت لحم. في هذا الإسطبل النموذجي توجد بعض الخيول العربية الأصيلة،
خيول لاقت الاهتمام والرعاية قبل ولادتها. فزيد أبو غربي عاد إلى الوطن ومعه هذه الخيول التي أصبحت اليوم من الخيول المنافسة في مسابقات الجمال محليا ودوليا. درست في أمريكا طبعا، جيت على فلسطين بنيت إسطبل نموذجي وجبت خيول عربية أصيلة من أنقى السلالات من أمريكا، شحنتها بالطيارة، جبت معي 6 روس وبدأت أنتج خيول، والحمد لله نجحت من إنتاجي في خيول وصلت بطولة العالم اللي هي زينة البراق وبناتها. نقلة نوعية جديدة تسهم بشكل كبير في زيادة أعداد الخيول العربية الأصيلة في فلسطين، فقد استطاع أبو غربية أن يقوم بعملية نقل الجنين من الأم الأصلية إلى فرس غير عربية أو ما يطلق عليها بالقديشة ليحصل على مولودين 2 في السنة. بالنسبة لموضوع اللي هو نقل الجنين حتى نزيد التكاثر في الخيول العربية، جمعية الخيل بتسمح لنا لكل فرس جنينين نسجلهم بالسنة، فإحنا بنعمل نقل جنين، يعني بعد ما تاشر الفرس نعشرها بنسحب الجنين في اليوم السابع وبنحطه في فرس مش عربية قديشة، يعني حاضنة، بتكون حاضنة، وبنعود بنحقن الفرس العربية بحيوانات منوية بنعشرها كمان مرة، فهي بتعطيك 2 بالسنة، فهذا الاشي بزيد نسبة الخيول العربية الأصيلة لأنها نادرة في فلسطين، يعني عددها قليل. غربة لم تنسه تاريخ أجداده الذين عاشوا في فلسطين وكانوا ممن اهتم بالخيل العربي، لكن وأثناء الاحتلال الإسرائيلي عام 1948 قتلت العصابات الإسرائيلية تلك الخيول بعد أن قتلت وشردت الفلسطينيين من أرضهم. تعلمت حب الخيل من جدي اللي فقد خيله في 48، فقد 6 خيول عربية أصيلة يوم تركها في بيته وما قدر يرجع لها، فأنا بدأ اهتمامي بالخيول، فحبيت أسوي مربط اسمه مربط البراق لتكريم ذكريات جدي وخيوله. خيل يتدلل تحت يد ماهرة تعرف قيمة هذه النعمة، نعمة أكرم بها بني البشر، فهي الرزق والمتاع وخير الرفيق. لمراسل النجاح عبد الرحمن حسان، بيت لحم. نشكر زميلنا عبد الرحمن حسان على هذا التقرير، ومن تربية الخيل ومعالجته وندرة وجوده في فلسطين رح نحكي عن شيء آخر ومميز ويعتبر الأول في فلسطين أيضا. رح نروح لمدينة أريحة لنحكي عن مدينة الأمل الشبابية الرياضية واللي بتقدم رياضات مختلفة للشباب وبتنفذ أيضا سباقات للخيل، والهدف بالتأكيد هو خلق مناخ رياضي بيأسس لاستمرار بناء جيل شاب فلسطيني بطور من المسيرة الرياضية. خلونا نتابع التفاصيل مع زميلنا رغيد طبصية. مدينة الأمل الشبابية الرياضية إحدى فروع المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وتقع على مساحة 280 دنما في مدينة أريحة، تحتوي على المرافق المتنوعة كالملاعب وقسم الفروسية والمسبح وقاعات التدريب، إضافة للفندق والمطعم، لتكون مكانا متكامل الأركان يحتضن النشاطات الشبابية الرياضية والكشفية والترفيهية. وتستضيف مدينة الأمل في الوقت الحالي المخيمات الصيفية والكشفية والمعسكرات الشبابية والدورات التدريبية التي ينفذها المجلس الأعلى للشباب والرياضة أو الأندية الفلسطينية، وتنفذ سباقات الخيول المثيرة. طبعا طموحنا أن يكون في عنا منشآت يعني عديدة في المحافظات تخدم الشباب الفلسطيني وتخدم الأطفال والقطاعات المختلفة من هذه الشرائح،
لكن بعض الأحيان بيكون في عندنا بعض القيود اللي هي المناطق سي وعدم إمكانية البناء فيها وإقامة منشآت فيها. حاليا احنا مركزين على الأماكن اللي احنا قادرين انه يعني نقوم بعملية تطوير وإشي يتناسب مع احتياجات المجتمع الفلسطيني. تمثل مدينة الأمل وجهة للشباب، فهي قادرة على استيعابهم في بيئة لائقة وبنى تحتية مجهزة بأفضل الإمكانات، والمشاريع التي يجري إنجازها تضفي جمالا للمكان وتعطي الشباب إمكانية أكثر للاستفادة والمتعة، حيث يتم إعادة بناء المطعم وإنشاء صالة رياضية مغلقة متعددة الأغراض ومسبح أولمبي يكون قادرا على استضافة أهم بطولات السباحة ومضمار سباقات الجري. بالتأكيد المجتمع الفلسطيني بحاجة لكثير من القضايا، وأهمها اللي هي وقت الفراغ عند الشباب. في الوقت اللي احنا يعني بنلمس كمجلس أعلى من خلال علاقتنا في الشباب والأجيال الفلسطينية المتعاقبة بأنه في هناك هجمة من قبل طبعا الاحتلال الإسرائيلي لاستهدافهم. هذا المكان يتيح للشاب أن يمارس رياضته المفضلة في مناخ رياضي خالص وأن ينعم بأجواء منعشة ومريحة، ما يؤسس لاستمرار بناء أجيال الشباب الذين سيحملون علم فلسطين ويسطرون تطور المسيرة الرياضية الفلسطينية محليا وقاريا وعالميا. اكتمال مشاريع المدينة الأمل الشبابية الرياضية خلال الفترة المقبلة يعني أن يجد الشباب الفلسطيني مكانا يوفر المرافق والاحتياجات والبيئة الملائمة لممارسات نشاطاتهم الرياضية والشبابية المختلفة. لفضائية نجاح، رغي طبصية. نشكر زميلنا رغي طبصية على هذا التقرير، ونتمنى بالفعل هالمدينة تلاقي الاهتمام الكامل والشامل. من هذا التقرير رح ننتقل لمدينة غزة. مثل ما كلنا بنعرف، الاحتلال بيمنع الصيادين في غزة الصيد لما بعد مسافة 9 أميال، وهذا المنع أدى لمحدودية الصيد ولفقدان معين من الأسماك بحبها المواطن في غزة وبرغب في شرائها، فكان البديل الاستزراع السمكي. هذا الأمر بيعوض نقص الصيد وبيغذي الثروة السمكية في غزة. رح نشوف كيف بيتم استزراع السمك في غزة في تقرير لزميلتنا تغريد العمور. داخل هذا الحوض السمكي دورة حياة كاملة لعدة أنواع من الأسماك، فهذه الأسماك هنا يتم استزراعها من خلال مشروع بدأ العمل به منذ 5 سنوات من أجل تعويض محدودية الصيد وتلبية احتياجات المواطن والمستهلك من الأسماك. لم تعد حسبة الأسماك هي الوجهة الوحيدة لشراء السمك في قطاع غزة، فهذا المشروع الزراعي للاستزراع السمكي بات يوفر للمواطن وبشكل مباشر رؤية واختيار وشراء عدة أنواع من الأسماك من داخل هذه البرك بسعر في متناول الجميع وبطعم وقيمة غذائية تعادل الأسماك التي يتم اصطيادها من البحر. هذا السمك بتشتريه قدام عينك لأنه طازة، بتروح تشتري من السوق، بتشتري من السوق بتلاقيه يوم مصيود يوم أو يومين، يعني أو إنسان المغرب مثلا بده يتم ونايم في اللانش لتاني يوم الصبح، هذا بتشتريه قبل قدام عينيك. صحيح هو بيأكل علف لكن مية بحر ومية نظيفة، ما في أي حاجة. أنا بشتريه بحب أشتريه قدام عينيا. أكثر من 10,000 بذرة سمكية تتم دورة حياتها ما بعد التفريخ هنا داخل كل حوض على حدة بمياه مشابهة لملوحة البحر، تمهيداً لانتقالها لمرحلة النمو والوصول لوزن البيع من خلال الاعتناء بها ومتابعتها على مدار الساعة عبر تزويدها بالأكسجين والعلف الخاص بها. 3 أنواع من الأسماك البحرية بتعيش في مزارعنا. أول صنف اللي هو الدنيس والقاروص والبوري، بس سمك البوري لسه كمان 6 شهور بالجهز، أما اللي جاهز عنا للبيع الدنيس والقاروص. طبعا فترة حياة السمكة منذ أن تخلق إلى وزن البيع 20 شهر، 4 شهور بعد البيض
بتكون عندنا في مختبراتنا، عندنا مفرخ ومختبر لإنتاج بذرة الأسماك وهي صغيرة، لما تصير 2 جرام بنحطها في الأحواض هاي. مشاريع الاستزراع السمكي في غزة رسخت لدى المستهلك مفهوم البديل كمصدر لسد الفجوة الغذائية لسكان القطاع من الأسماك. لفضية النجاح، تغريد العمور، قطاع غزة. نشكر زميلتنا تغريد العمور على هذا التقرير، ورح ننتقل الآن لمدينة الخليل. كلنا منعرف ازدياد الإقبال على عيادات تجميل الأسنان للحصول على الابتسامة الجميلة، لكن هالأمر ما بيقتصر فقط لوجود سبب صحي أو خلقي، بينما صار الهدف هو الحصول على ابتسامة هوليوود. كيف بتم هذا الأمر ونسبة الازدياد في الفترة الأخيرة على عيادات الأسنان؟ رح نتابع التفاصيل مع زميلتنا سجى أبو شرار. تكون السعادة في كثير من الأحيان مصدراً للابتسامة، ولكن الابتسامة أصبحت مؤخراً هي مصدر السعادة لدى شريحة كبيرة من الأشخاص في مجتمعنا ومن مختلف الأعمار. ينفقون مبالغ متوسطة وكبيرة من الأموال في عيادات تجميل الأسنان في سبيل الحصول على الابتسامة الجميلة التي يحققون بها الرضا عن النفس. العلاج التجميلي يهدف إلى أنه منح الأشخاص ابتسامة أكثر جاذبية، أكثر جمالاً. في الوقت الحالي معظم الناس بإمكانهم الحصول على هاي الابتسامة، ابتسامة بأفضل شكل ممكن وبأفضل مظهر ممكن بيحتاجوه الناس. ولم يعد تجميل الأسنان يقتصر على الأسباب الصحية أو الخلقية مثل ترميم سن مكسور أو وجود تسوسات أو معاناة من اعوجاج، بل هناك من يلجأ للتجميل فقط للحصول على ابتسامة هوليوود التي روجت لها الأفلام ومواقع التواصل الاجتماعي. موضوع الثقة بالنفس، موضوع أنه طبيعة العمل اللي ممكن يكون فيها الشخص بتحتم عليه يكون أجمل ابتسامة. كثير مرضى مراجعين للعيادة بطلبوا ابتسامة جميلة بناء على طبيعة شغلهم، على مقابلات عمل كثير بتحدد مسار حياة بعض الأشخاص. كثير ناس هلأ صار تطلبها لأنه السوشيال ميديا ما بس اختصرت أنه صورة، لا اختصرت أنه أعطت مجال المريض يكون هو يمتلك الابتسامة. أما بالنسبة لتكلفة العلاج التجميلي فهو يختلف من شخص لآخر حسب المواد والأساليب المستخدمة، وكذلك الحال بالنسبة للسقف الزمني. فهناك من يحصل على النتيجة المرجوة بعد عام كامل، ومنهم من يحصل عليها خلال يوم واحد. بإمكان أي شخص الحصول على الابتسامة الجميلة بالتوجه لأي عيادة مختصة بهي المجال. تكلفة العلاج تختلف لطبيعة المواد المستخدمة في العلاج، اللي بيشمل تبييض، قشور، الحشوات التجميلية، العلاج التقويمي. كل خطة علاج بتختلف تكلفة علاجها، طبعا لاختلاف المواد المستخدمة في العلاج المقدم للمريض، وتختلف من منطقة لأخرى. وبإمكان جميع المرضى الحصول عليها. في الوقت الحالي كثير طرق سهلة للتعامل مع مريض من هاي الناحية. بعد أن كان تجميل الأسنان من الكماليات لفترة ليست ببعيدة، الآن أصبح من الضروريات يلجأ إليه العديد من الأشخاص للحصول على ابتسامة أجمل وثقة بالنفس. لفضائية النجاح، سجى أبو شرار، الخليل. رح ننهي حلقتنا من برنامج مراسلون نجاح بقصة مليئة بالتحدي والقوة. هي قصة لفتاة فلسطينية امتهنت مهنة نجارة لتوصل رسالة قوية مغزاها بأن هناك بعض المهن هي مش حكر فقط على الرجال. خلونا نشوف هالتفاصيل وهالقصة المثيرة مع زميلتنا دعاء سعودي من مدينة نابلس. في الورشة الصغيرة بين الأخشاب والأتربة والأجهزة الميكانيكية المعقدة، احترفت أمان الزربة تحويل الأخشاب إلى تحف فنية رائعة بتصاميم مختلفة في الورشة التي أنشأتها على سطح منزلها. بدينا وكان المشروع أوله كتير حلو، يعني عرشن إنه السيارات كانت بس بشبه الدقة اللي هلأ بنعملها في بعد ما جبنا العدة هاي. ف
فمشينا والحمد لله رب العالمين، كان في إقبال عليها وعملت أكثر من معرض، كان الإقبال كتير عليهم للسيارات، حبوهم كتير. وهلقيت أنا عم بتصلوا فيه وبيوصونا هيك أشياء أني أعمل لهم إياها عن طريق النت، يعني أني بعمل. بدأت أماني مشروعها بتشجيع من زوجها الذي يعمل بمهنة النجارة، لتثبت أن المهنة ليست حكرا على أحد، بإدخال بصمتها المميزة لإنتاج تحف خشبية بأشكال وتصاميم مختلفة غاية في الجاذبية. أنا بقول لهم مثلا إنه هاي مثلا بتيجي في الزاوية حلوة، هاي مثلا بتيجي رفوف على غرفة الأولاد، مثلا نعمل رفوف لغرف الأولاد وبنحط فيهم أشكال يعني ألعابهم للأولاد اللي بدهم إياه في غرفهم. كمان للجنينة في باخذ نعمل تراكتور لجنينة مثلا، مثل الفلاحين بحبوا هاي الشغلات مثلا لما يحطوها في الجنينة برا، إن التراكتور زي ما هن بيشتغلوا مثلا. تحترف أماني العمل على جميع الآلات الخشبية كالمنشار وغيره، فهي تصنع التحفة كاملة بخطواتها المختلفة وتسوق منتجاتها إلكترونيا، مما زاد من إقبال المستهلك عليها. لفضائية النجاح، دعاء سعودي. هذه القصة بالتأكيد هي نموذج حي لكل اللي جواهم أحلام وأعمال نفسهم يمارسوها، لكن المجتمع أحياناً بفرض نظرته وبيقيدنا. وبهيك مشاهدينا الكرام منكون وصلنا لختام حلقتنا من برنامج مراسلو النجاح. نلقاكم الخميس المقبل في مواضيع أخرى ومتنوعة. كونوا بالقرب معنا وكونوا بألف خير. إلى اللقاء.